ازيكم يا اولى ثانوي، انا ميس ماي. النهارده هنتكلم على اخر لسن عندكم اللي هو في chapter 3 lesson 2. هنتكلم فيه عن ال diversity of animal tissues، يعني انواع ال animal tissues. طيب هنقسمهم اربع 4 types اللي هما: اول حاجه ال epithelial tissue، تاني حاجه ال connective tissue، تالت حاجه ال muscular tissue، واخر حاجه ال nervous tissue. تعالوا نتكلم على أول نوع منهم اللي هو الإبيثيليال. الإبيثيليال تيشو ده صفاته إيه؟ الكاركترستكس بتاعته عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن cells tightly packed. يعني إيه كلمة tightly packed؟ يعني cells قريبة من بعض كده، خلاص؟ cells دي لزقة زي كأن في substance لزقاهم ببعض، بسميها intercellular substance أو بنسميها interstitial substance. دي مادة بتلزق ما بين السيلز، يعني كأنها حاجة لزقهم ببعض كده، تمام؟ والسيلز closely packed. يعني ايه closely packed؟ يعني قريبين من بعض قوي. adjacent cells connected together by little interstitial أو intercellular substance، يعني سيلز جنب بعض ولزقة بالسبستنس دي. طيب هما مكانهم فين؟ حاجة من الحاجتين، يا إما يعملوا cover يعني يبقوا من برة على السورفس، يا إما حاجة تانية يعملوا lining. يعني إيه كلمة lining؟ يعني يبقوا جوه organ، مبطنين organ. طيب لو هما هيعملوا cover يعني يبقوا على السورفس بتاع organ، يبقى دي الفانكشن بتاعتهم هي protection، يعني يحموا الجسم من mechanical أو chemical بقى substances او ميكانيكال يعني انفيجن. طب لو كانوا بيبطنوا اورجان، يعني قاعدين من جوه اورجان، هيعملوا حاجه من حاجتين: يا اما يسكريت سبستنس زي الميوكس، او يابزورب الحاجات اللي الاورجان عايزها، تمام؟ طب الابيثيليال تيشوز دي هنقسمها لنوعين، نوع بسميه سيمبل والنوع التاني بسميه الكومباوند. السيمبل الكومباوند او ليه اسم تاني اللي هو زي الكومبلكس يعني او stratified. المهم يعني نتكلم على السيمبل الاول. السيمبل عندنا منه ثلاث انواع. ايه هما الثلاث انواع بتوع السيمبل epithelium؟ اول حاجة اللي هي بنسميها simple stratified، تاني حاجة simple cuboidal، تالت حاجة simple columnar. كل دول بيندرجوا تحت السيمبل epithelial tissue. طيب تعالوا نبص عليهم، type كل تايب منهم شكله عامل ازاي. اول نوع منهم اللي بسميه سيمبل ستراتيفايد. سيمبل ستراتيفايد ده لو جينا بصينا عليه شكله عامل ازاي، عبارة عن وان رو، يعني صف واحد من سيلز. السيلز دي بقول عليها flattened cells، يعني سيلز كأنها compressed، مضغوطة، تمام؟ بلاقيها فين بقى؟ مبدئيا كده هي كأنها حاجة رفيعة، كأنه ممبرين رفيع. طب ده بلاقيه فين؟ بلاقيه في مكانين مشهورين قوي، حاجة اسمها الألفيلس وحاجة تانية اسمها بلاد كابيلاري لايننج. مين هي الألفيلس؟ الألفيلس دي ستراكتشر موجود جوه اللانجز، تمام؟ يعني جوه الرئة، علشان تعمل ايه بقى؟ مش احنا لما بنيجي نتنفس بنخرج بره جسمنا الكربون دايكسايد جاز وندخل جوه جسمنا الأكسجين جاز؟ طب الالفيلس ده ستراكتشر عامل زي الساك كده، زي كيس كده، بجنبي بلاد فيسل بيعدي جنبه كده. المهم الساك دي اللي هي الشكل اللي عامل زي السيركل ده ماله بقى؟ عن طريقه بيحصل باسج لاكسجين وكربون دايكسايد. الاكسجين يدخل جوه الجسم، خلاص يدخل جوه، والكربون دايكسايد بيخرج بره الالفيلس وبالتالي يخرج بره الجسم. ده كده دي الالفيلس. طب حاجة تانية موجودة فيها السيمبل ستراتيفايد هي مين؟ البلاد كابيلاري لايننج. البلاد كابيلاري دي عبارة عن بلاد فيسل، الوول بتاعه رفيع قوي. لو جينا بصينا كده بصوا شكل الوول بتاعه ازاي، رفيع جدا اهو. الوول ده رفيع جدا. الوول ده السيلز اللي عاملة له لايننج بسميها الاندوثيليال لايننج، تمام؟ طيب برضو عن طريق البلاد كابيلاري ده بخرج حاجات وبدخل حاجات، بخرج الحاجات اللي هي اللي السل محتاجاها. يعني البلاد كابيلاري ده بيخرج الحاجات اللي السل اللي قاعدة حواليه محتاجاها، زي مثلا النيوترينس. وبلاد كابيلاري بقى بياخد من السل نفسها الحاجات اللي هي مش عايزاها، زي مين؟ زي الكربون دايكسايد جاز، تمام؟ يبقى ده اول نوع اللي بسميه السيمبل ستراتيفايد. الوول بتاعه لازم يكون رفيع عشان يسمح بخروج ودخول السبستنسز. طب مين بقى النوع التاني بسميه سيمبل كيوبويدال؟ ماله بقى السيمبل كيوبويدال؟
لو جينا بصينا على السيلز بتاعته وكبرنا كده، هي عبارة عن one row of cells برضو، يعني صف واحد بس من السيلز. السيلز دي شكلها عامل ازاي؟ كيوبويدال، خلاص سيل اطول شوية، كيوبويدال سيل. طيب دي بقى بلاقيها فين؟ اشهر اكزامبل ليها في حاجة اسمها الكيدني تيوبيولز. عارفين الكيدني؟ الكيدني جواها، الكيدني بتتخلص من الحاجات اللي الجسم مش عايزها، زي مثلا السولتس الزيادة على الجسم والاكسس ووتر والحاجات دي. عن في حاجة جوه الكيدني عبارة عن زي تيوبيولز، زي تيوبس كده، دي عن طريق دي متبطنة ب او جواها اللايننج بتاعها عبارة عن السيمبل كيوبويدال سيلز دي، تمام، او تيشوز دي. دي بتابزورب بايه؟ بتابزورب بالووتر والمينرالز. اوكي يبقى ده تاني اكزامبل. تالت اكزامبل اللي هو سيمبل كولامنر، لو جينا قارنا ارفع واحده فيهم اللي هي سيمبل ستراتيفايد، اتخن منها شويه سيمبل كيوبويدل، واتخن منهم كمان اللي هي مين؟ السيمبل كولامنر. السيمبل كولامنر دي موجوده فين بقى؟ موجوده في الاورجنز اللي بتسكريت ميوكس. زي مين الاورجنز اللي بتسكريت ميوكس؟ فاكرين الاستومك؟ الستومك دي من الاورجنز اللي بتسكريت ميوكس عشان تعرف تخرج الاكل، تحركه من الاستومك مثلا، وبعد كده توديه الانتستين بتخرج ميوكس. زي مين كمان؟ زي الانتستين، السمول انتستين وكمان لارج انتستين، تمام. يبقى دي موجوده في اي سيل بتخرج ميوكس، ده بالنسبه للسيمبل كولامنر. طب تعالوا نتكلم بقى على، يبقى كل دول انواع السيمبل epithelium، simple stratified epithelium، simple cuboidal، simple columnar. تعالوا نتكلم بقى على compound. كلمة compound يعني بتكون من أكتر من رو، خلاص اللي فاتوا دول كانوا بيتكونوا من one row، لكن ده several layers أو several rows of cells. طب لو جينا بصينا من تحت هنلاقي السيلز شكلها عامل ازاي؟ كيوبويدل. لو جينا بصينا فوق هنلاقي السيلز عبارة عن ايه؟ stratified. طب لو خدنا بالنا ان هي عبارة عن كذا رو، كذا صف، دي موجودة فين بقى؟ الاكزامبل المشهور قوي ليه الكومباوند دي بسميها كومباوند ستراتيفايد، تمام. عكسها مين؟ عكسها الاولانية خالص السيمبل ستراتيفايد، لكن دي كومباوند ستراتيفايد. دي موجودة فين بقى؟ في السكين، يعني بتعمل كفر للجسم كله. طب السكين اصلا الفانكشن بتاعته ان هو بيعمل ايه؟ بروتكشن، بيحمينا، تمام. يبقى ده كده بالنسبة لنا اللي هو اول نوع اللي هو الابيثيليال تيشوز. تعالوا نتكلم على النوع التاني اللي احنا بنقول عليه الكونكتيف تيشو، تمام. كلمة كونكتيف يعني تو كونكت، يعني كأنه حاجة بتربط تيشوز او اورجانز مع بعض. تعالوا نتكلم على انواع الكونكتيف تيشو. الاول لو فاكرين كنا قلنا على الابيثيليال تيشو، كنا قلنا ان هي عبارة عن سيلز قريبة من بعض، صح، ولازقين بالمادة اللي احنا بنقول عليها substance، اللي احنا بنقول عليها intercellular substance. طب الكونكتيف تيشو بقى لا، عكسه. الكونكتيف تيشو عبارة عن cells بعيدة عن بعض، تمام، وما بينهم الانترسيلولار substance دي. طب الانترسيلولار substance اللي ما بين cells دي عندها تلاتة options، يا اما تكون سيمي solid. سيمي solid يعني لا هي liquid ولا هي solid، يعني حاجة بين البنين، يا اما تكون solid يا اما تكون fluid. عشان كده هنقسم الكونكتيف تيشو على حسب الانترسيلولار سبستنس. لو كان الانترسيلولار سبستنس كان سيمي سوليد هيطلع لنا حاجه اسمها اللوس كونكتيف تيشو، او بنسميه الاسم التاني كونكتيف تيشو بروبر. ده عباره عن ايه؟ عامل زي ممبرين رفيع قوي، تمام، بيكون فيه فايبرس تيشو. بصوا واخدين بالكم السيلز اللي انا هشاور عليها دي هي السيلز، تمام. ما بين السيلز في فايبرس تيشو اللي هي الحاجات اللي هي عبارة عن فيلمنتس دي، تمام. يبقى ده كده الفيلمنتس اللي هي الفايبرس تيشو، واللي دي عبارة اللي بنقول عليها السيلز نفسها، تمام. وما بينهم بقى الحتة اللي ما بينهم دي هي اللي بنقول عليها الانترسيلولار سبستنس. طب اللوس كونكتيف تيشو ده عامل زي ايه؟ عامل زي ممبرين كده إلاستيك شوية، تمام. بلاقيه فين بقى؟ بلاقيه under السكين، يعني تحت السكين لاير. السكين كنا قلنا ان هو عبارة عن ايه اصلا من شوية؟ كنا قلنا عليه السكين كان عبارة عن الكومباوند ستراتيفايد، ده السكين، صح. اللي تحته بقى ده اللي هو بقول عليه سكين ابيدرمس، تمام. طب اللي تحت السكين ابيدرمس هلاقي بقى اللي احنا لسه بنقول عليها الكونكتيف تيشو دي، اللي هي بقول عليها الايه؟ اللوس كونكتيف تيشو او كونكتيف تيشو بروبر. دي موجودة في السكين ديرمس،
يعني تحت السكين ابيدرمس. طب موجوده في مكان تاني او حاجه اسمها الميزانتري. ايه الميزانتري ده؟ عارفين انتوا طبعا السمول انتستين، دي السمول انتستين صح، هي كويلد كانها لفه حوالين بعضها كده. طب ايه اللي بيخليها ماسكه في بعض؟ ايه اللي خليها عامله هولدنج لبعض كده حواليها، حوالين السمول انتستين ده خلاص، واللارج انتستين على فكره برضو حواليها حاجه اسمها ميزانتري. ميزانتري ده عباره عن ميمبرين ماسكهم، بيعمل لهم هولدنج مع بعض، يمسكهم مع بعض. تمام، يبقى كده ده اول نوع اللي بسميه لوس كونكتيف تيشو او الكونكتيف تيشو بروبر، لا هو سوليد ولا هو ليكويد، حاجه ما بين البين اللي بقول عليها سيمي سوليد. طب النوع التاني ده بقى، ده الانترسيلولار سبستنس بتاعته سوليد، يبقى هتوقع ان هو هيبقى هارد ولا سوفت. هارد زي مين بقى؟ زي البون والكارتليج. البون اللي هو العظم والكارتليج اللي هو الغضاريف. طب سواء بون او كارتليج الفانكشن بتاعتهم هي ايه؟ ان هم يعملوا سبورت للجسم صح. طيب البون لو جينا بصينا عليه تحت الميكروسكوب، السل يعني او التيشو يعني عامل ازاي؟ عامل زي كونسنتريك سيل سيركلز، زي سيركلز كده داخله في بعض خلاص، دي اللي بقول عليها البون. طب الكارتليج بقى، الكارتليج عامل زي سل، لو جينا بصينا كده في النص دي السل، من بره في زي سبيس كده حواليها، دي السبيس اللي حواليها. تمام، دي بسميها الكارتليج ودي اللي بسميها البون. ده شكل البون وده شكل ده بون وده كارتليج خلاص، والاثنين هما الاثنين ليهم نفس الفانكشن اللي هي بيعملوا سبورت للجسم. تمام، طيب تعالوا بقى نتكلم على اخر نوع في الكونكتيف تيشو. لو كان بقى الانترسيلولار سبستنس لو كانت فلويد، هتوقع ان الكونكتيف تيشو ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى فلويد، هيبقى حاجه عامل زي عنده فلويدتي عاليه، يعني عامل زي الميه كده صح. طب ده بقى هقول عليه ايه بقى؟ هقول عليه فاسكولار كونكتيف تيشو. فاسكولار كونكتيف تيشو عندنا تو اكزامبلز ليه، زي مين ومين؟ البلاد والليمف. لو جينا بصينا على البلاد هنلاقي شكله عامل ازاي. البلاد عباره عن ريد بلاد سيلز اللي هي لونها ريد دي، وايت بلاد سيلز، وايت بلاد سيلز بيبقى عندها نيوكليس كبيره كده او كذا نيوكليس، دول وايت بلاد سيلز، والبليتلتس. طب الفانكشن بتاعت البلاد ان هو بيعمل ايه؟ البلاد بينقل، بيعمل ترانسبورت للاكل اللي احنا كسرناه ويوزعه للسيلز كلها، يعني هو بيعمل ترانسبورت للدايجستد فود يعني الاكل اللي احنا كسرناه، وكمان الجازس، الجازس اللي هي بالنسبه لنا في جسمنا اللي هي الاكسجين جاز يدخله جوه الجسم، والكربون دايكسايد جاز بيخرجه بره الجسم عن طريق مين بقى اللي كنا قلنا عليها من شويه، انهي ميمبرين؟ اللي هو بتاع الالفيلس صح. طيب بيعمل ترانسبورت لايه كمان؟ ترانسبورت للويستس. ايه هي الويستس؟ اللي هي الحاجات اللي الجسم مش عايزها، اللي هي مين؟ اللي هي الكربون دايكسايد جاز وكمان اليوريا. تمام، يبقى احنا كده قلنا كام نوع من الكونكتيف تيشو؟ 3 تايبس. اول نوع منهم بسميه لوس كونكتيف تيشو اللي هو موجود في السكين ديرمس يعني تحت الجلد، والميزانتري اللي هو الحاجه اللي بتمسك السمول انتستين مع بعض. تمام، وتاني حاجه السكيلتال كونكتيف تيشو. السكيلتال كونكتيف تيشو ده اللي هو موجود في الحاجه اللي بتعمل لنا سبورت اللي هو السكيلتون بتاعنا. مين السكيلتون بتاعنا؟ اللي هو البون وايه كمان؟ الكارتليج. هما الاثنين ليهم فانكشن واحده اللي هي السبورت. طيب ايه كمان اخر نوع اللي احنا بنقول عليه؟ الفاسكولار. الفاسكولار ده امتى؟ لو كان الانترسيلولار سبستنس اللي ما بين السيلز كانت فلويد، ساعتها عندنا تو اكزامبلز بقى هيطلع لنا مين ومين؟ البلد والليمف. تمام، طيب تعالوا نتكلم على تالت تايب من الانيمال تيشوز اللي بقول عليها الماسكولر. ماسكولر يعني احنا بنتكلم على ماسلز صح. طب الماسلز دي، الماسل تيشو عباره عن ماسل سيلز، تيشو عباره عن شويه سيلز. طب السيل الواحده بسميها ماسل سيل او بسميها ماسل فايبر، ودايما احنا بنقول عليها فايبر مش سيل، يعني ده الاسم اللي احنا بنقوله دايما ماسل فايبر، اللي هي هي ماسل سيل بس بنقولها ماسل فايبر. طب الماسلز اصلا بتعمل ايه؟ بتكونتراكت يعني حجمها بيقل، وتريلاكس يعني حجمها بيزيد، علشان تعمل لنا ايه للجسم؟ عشان تموف البادي صح، عشان جسمنا نقدر نتحرك بيه. طيب يبقى كده الماسلز دي هي الاورجن او هي الاستراكشر اللي مسؤول عن الحركه الموفمنت. طب احنا عندنا كام تايب من الماسلز؟ عندنا 3 تايبس. اول نوع بسميه السموث ماسلز،
تاني نوع بسميه ال skeletal muscles أو skeletal muscles أو skeletal يعني، وآخر نوع بسميه cardiac muscles. تعالوا نتكلم على كل تايب منهم. أول نوع اللي بسميه ال smooth muscles، شكله عامل إزاي؟ السل بقول عليها spindle shape، ده شكل ال smooth muscle، شكلها عامل كده تمام. طيب كل واحدة منهم بسميها muscle cell أو muscle fiber طبعا، وفي النص هي موجودة النيوكليوس تمام. طيب لو جينا اتكلمنا عليها شوية، هي موجودة فين؟ أول حاجة هي موجودة في الـ internal organs، الـ organs اللي موجودة جوه جسمنا. زي مين؟ جوه الجسم مش بره. زي مين؟ زي المسلز اللي موجودة في الـ digestive system، زي المسل بتاعة الـ stomach، زي المسل بتاعة الـ intestine large و small intestine، زي كمان الـ rectum تمام. بس سيبنا من الـ rectum دلوقتي، خلينا في الـ stomach والـ small intestine والـ large intestine تمام. الـ stomach بتتحرك، بتعمل movement بنسميها peristalsis، والاسوفيجس، الاسوفيجس اللي هو فوق الاستومك خلاص، اللي هو جاي من الماوث، وده البق، ده اللي بعده هو الاسوفيجس، برضو فيه muscles. طب المسلز دي هل انا اقدر اتحكم فيها، ولا هي بتتحرك لوحدها من غير ماي كنترول، مش محتاجة الكنترول بتاعي، بتتحرك لوحدها طبعا صح. طب زي ايه كمان؟ البلادر، urinary bladder، urinary bladder ده هو الأورجن اللي بيتحوش فيه مين؟ اليورين خلاص. طب زي ايه كمان؟ زي ال blood vessels، زي الارتري والفين خلاص. الارتري والفين واللي احنا لسه قايلين عليهم بقى من شوية، اليورينري بلادر ده اللي بيتحوش فيه اليورين، بيعمل فيه ستارج لليورين لغاية ما يخرج، والستومك والسمول واللارج انتستين والاسوفيجس، كل دول موجود جواهم مين؟ كل دول موجود جواهم السموث ماسل اللي احنا بنتكلم عنها دي. هل انا اقدر اتحكم فيها؟ لا، عشان كده بقول عليها الماسل دي من الكاركترستكس بتاعتها ان هي ان استرياتد، يعني سوري ان انفولنتري. يعني ايه كلمه انفولنتري؟ يعني نوت اندر ماي كنترول، يعني انا ما اقدرش اعمل عليها كنترول خلاص، ما اقدرش اعمل عليها كنترول، هي بتتحرك لوحدها. طب لو جينا بصينا للسلز دي خلاص، او الماسل فايبرز دي، كل ماسل سل خلاص فيها نيوكلياس واحده، كل واحده فيهم فيها نيوكلياس واحده، نيوكلياس واحده صح ولا لا؟ طب من صفات الماسلز دي كمان ان هي انسترياتد. يعني ايه كلمه انسترياتد دي؟ هنتكلم عنها دلوقتي حالا في النوع الثاني اللي احنا بنقول عليه ايه بقى، سكليتال ماسلز. السكليتال ماسلز دي هي الماسلز اللي اتاتشد للسكيلتون، يعني اتاتشد للبون بتاعنا تمام. طيب دي بقى انا اقدر اتحكم فيها ولا ما اتحكمش فيها؟ اه طبعا اقدر اتحكم فيها، ما انا بقى اقدر احرك ايدي، الماسلز اللي جنب البون بتاع الارم مثلا، الابر ارم والابر ليمبس واللور ليمبس، كل دي اقدر اتحكم فيها. يبقى دي فولانتري ولا انفولانتري؟ فولانتري طبعا، يعني دي تحت الكنترول بتاعي، انا اقدر اتحكم فيها صح، اقدر اتحكم في الكونتراكشن وريلاكسيشن بتاعت ايدي ورجلي وكل حاجه صح. يعني الماسلز السكليتال ماسلز دي اندر ماي كنترول، عشان كده بقول عليها فولانتري ماشي، وبتبقى اتاتشد للسكيلتون، اتاتشد للبون يعني تمام. طيب بقول عليها ايه كمان بقى، لو جينا بصينا عليها السيل دي، هلاقي ان السيل شكلها عامل زي السيلندريكال كده تمام، شكلها سيلندريكال عامل زي كده. وبقول عليها كمان مالتي نيوكلييتد. يعني ايه كلمه مالتي نيوكلييتد؟ يعني فيها كذا نيوكلياس تمام، زي ما انتم شايفين كده فيها كذا نيوكلياس. طب شايفين الخطوط الرفيعه دي اللي هي انا مشاور عليها، بقول عليها سترايشنز. سترايشنز دي ستراكشر موجود في الماسل ده اللي هو السكليتال ماسلز تمام، ما كانش موجود في السموث ماسلز. طب الاسترايشنز دي بتساعد المسل على ايه؟ بتساعد المسل على انها تعمل كونتراكشن وريلاكسيشنز بكنترول خلاص، تقدر هي تتحكم فيه او تنظم عمليه الكونتراكشن والريلاكسيشن تمام. يبقى الاسترايشنز دي اقدر اشوفها في السكريتال ماسلز، لكن ما بشوفهاش في السموث ماسلز. يبقى لو جينا اتكلمنا على السكريتال ماسلز، اول حاجه هما تحت الكنترول بتاعي، يبقى فولانتري. سترايشنز عشان فيهم الخطوط الرفيعه اللي احنا قايلين عليها دي. مالتي نيوكليتد لان فيهم كذا ايه، كذا نيوكلياس تمام. تعالى نتكلم على اخر نوع في الماسلز اللي بسميها كاردياك ماسل. كاردياك ماسل مش موجوده غير في مين؟ في الهارت. كلمه كاردياك، كلمه كاردياك دي لوحدها معناها هارت تمام، حاجه ريليتد للهارت. طب واخدين بالكم ان الكاردياك ماسلز دي ماسل
بلاقيها برانشد، برانشد يعني كأنها متفرعة عشان توصل الماسلز ببعض. بصوا زي الصورة دي كده، لو جينا كبرنا الماسلز بتاعة الهارت هلاقيهم برانشد ومتصلين ببعض، صح؟ طب في حاجة تانية من صفات الماسلز دي هي ايه بقى؟ لو جينا بصينا عليها هلاقي ان هي فيها زي حاجة بتقسمها كده، لو خدتي بالكم في الحتة اللي بالطول دي، دي بقول عليها ايه بقى؟ دي حاجة بقى مش سترايشنز، سترايشنز هي الخطوط الرفيعة دي، الاسترايشنز، سترايشنز اللي هي الخطوط الرفيعة دي، لكن الخطوط التخينة اللي انا لسه مشاورة عليها دلوقتي حالا دي، تمام، دي بقول عليها ايه بقى دي؟ تمام، دي بقول عليها الانتركاليتد ديسك. انتركاليتد ديسك ده مش موجود لا في السكليتال ماسلز ولا في السموث ماسلز، موجودة في مين بس؟ موجودة في الكاردياك ماسلز. طب مين الانتركاليتد ديسك دي؟ الهارت انتوا عارفين ان هو بيعمل ليه فانكشن مهم قوي، ان هو بيعمل بامبنج للبلاد، يعني بيزق البلاد للسيلز كلها للجسم كله. طب عشان يعمل الكونتراكشن والريلاكسيشن بطريقه منظمه بيبقى موجود فيه الاستراكشر ده اللي هو الانتركليتد ديسك. عشان كده الفانكشن بتاعت الانتركليتد ديسك ان هو بيعمل ايه؟ بيبايند، بايند يعني بيمسك الماسل فايبرز مع بعض تو بيت از وان يونت، يعني كانهم يعملوا هارت بيتس كيونت واحده، يعني كلهم بيعملوا كونتراكشن مره واحده وريلاكسيشن مره واحده، تمام، ان ريثميك واي، يعني بطريقه منظمه، خلاص اورجانيزد واي يعني، تمام. يبقى الانتركاليتد ديسك ده حاجه موجوده في الكاردياك ماسلز اونلي، مش موجوده في الاثنين اللي قبله، لا السكليتال ولا السموث ماسلز، تمام. طب لو جينا اتكلمنا بقى على الكاركترستكس بتاعت الكاردياك ماسل، اول حاجه ان هي سترييتد، فيها الخطوط الرفيعه دي علشان بتساعد على contraction و relaxation. الانتركاليتد ديسك، قلنا الانتركاليتد ديسك بيساعد على المسل فايبر بتاعه الهارت ان هي تكونتراكت وتريلاكس او تبيت، يعني تعمل النبضات دي as one unit، تمام، بطريقه منظمه اللي هي rhythmic way. تاني حاجه ان هي branched، لو خدنا بالنا ان هي شكلها كانها متفرعين من بعض، صح. تالت حاجة سوري رابع حاجة ان هما involuntary، هل نقدر احنا نتحكم في نبضات القلب؟ هل ينفع اقول انا هريح الماسلز بتاعت الهارت بتاعتي شوية واخليها تشتغل تاني؟ لا خالص، هي بتشتغل لوحدها، مش كده بقول عليها involuntary. ولو جينا بصينا بقى الانتركاليتد ديسك ده مقسم الماسل فايبر الكاردياك ماسلز يعني الى يعني سيلز، طيب كل سيل منهم فيها نيوكليس واحدة، عشان كده بقول عليها عندها one nucleus في each cell، يعني ادي دي سيل تمام، ودي سيل، كل سيل منهم فيها 1 نيوكليس، تمام. يبقى ده كده بالنسبه للماسلز، يبقى هما سموث ماسلز، تمام، موجوده في الانترنال اورجنز، سكليتال ماسلز الماسلز الموجوده اتاتشد للبون، واخر واحده الكاردياك ماسل اللي هي ملهاش مكان غير الهارت. تعالوا نتكلم على اخر حاجه خالص اللي هي النيرفس تيشو. من اسمه كده النيرفس تيشو، يعني هو موجود في النيرفس سيستم اللي هو زي البرين والسباينال كورد والنيرفز اللي خارجه منهم طبعا. طب لو جينا بصينا على شكلها الاستراكشر بتاعها عامل ازاي، النيرف الاول، النيرفس تيشو هي عباره عن سيلز، السيلز دي بسميها نيرف سيلز، او الاسم التاني ليها المشهور قوي نيورونز، يعني نيورونز هي النيرف سيلز، تمام. طب شكلها عامل ازاي بقى النيورون الواحده؟ النيورون الواحده لو جينا بصينا على من يعني هنبدا من الجزء اللي تحت ده، الجزء اللي تحت ده اللي بسميه عباره عن برانشز كده، البرانشز دي بسميها تيرمينال اربورايزيشنز، تمام، تيرمينال اربورايزيشنز، يعني لو جينا اتكلمنا هنا اربورايزيشنز عباره عن زي فروع كده، برانشز كده، دي اللي موجوده فين؟ موجوده عند السكين، يعني لو هتخيل ان دي ايدي، التيرمينال اربورايزيشنز موجوده عند السكين، تمام. طب دي اللي بتستقبل ايه؟ بتستقبل اي ستيمولس، يعني مثلا لو في مسمار بره مثلا، تمام، وانا دوست عليه، مين اللي هيستقبل البين ده؟ اللي هيستقبله هي التيرمينال اربورايزيشنز، تروح واخده المسج دي نقلاها لفوق، خلاص، لغايه ما توصل لمين؟ لغايه ما توصل ليه، يا اما البرين، ده البرين، تخيلوا ان ده برين، او توديها للسباينال كورد، تمام. يبقى احنا بدانا من عند التيرمينال اربورايزيشنز وودت لي حاجة اسمها إمبلس، تمام. ايه هي الإمبلس دي؟ هي كأنها الرسالة، الرسالة ان في مشكلة هنا، ان انا بدوس على مسمار وهتعور، خلاص. فالإمبلس دي كأنها حاجة زي ألارم، تنبيه يوصل للبرين او السباينال كورد عشان تساعدني ان انا ارجع او اشيل ايدي من مكان اللي فيه المشكلة اللي هو اللي فيه المسمار ده، اوكي.
طيب يبقى دي terminal arborizations. طيب لو جينا بصينا كده، هي ماشيه terminal arborizations ماشيه في زي ممر كده، الممر الرفيع ده بسميه الاكسون، الاكسون لغايه ما يوصل لحاجه اسمها دي اللي هي بسميها السيل بادي. السيل بادي بقى هي عباره عن سيل عاديه جدا، فيها نيوكليوس، فيها سيتوبلازم، فيها كل حاجه، تمام. خارج من السيل بادي دي فروع تانية، برانشز تانية، البرانشز التانية دي بسميها الدندرايتس، تمام. يبقى احنا بدأنا من الترمينال اربورايزيشنز، هي اللي استلمت البين او الوجع، يعني لو كانت هي ناحية السكين، يعني هي اوريدي بتبقى ناحية السكين دي، ايدي مثلا، وهنا المسمار، هنا اللي هيستقبل الستيمولس هو الترمينال اربورايزيشن. ستيمولس اللي هي الحاجة اللي فيها مشكلة، زي المسمار، المسمار اللي بره ده هو الستيمولس، حاجة اللي فيها مشكلة، تمام. والترمينال اربرايزيشن هتنقل حاجه اسمها الامبلس اللي هي الرساله للمخ، بعد كده البرين او السباينال كورد، عشان تقول ان في مشكله، عن طريق مين؟ عن طريق الاكسون، لغايه ما توصل للسيل بادي دي. السيل بادي دي فيها كل حاجه بقى، نيوكليوس وسيتوبلازم وكل حاجه، ميتوكوندريا طبعا كل حاجه، خارج منها الدندرايتس. طيب يبقى الرساله وصلت لمين؟ وصلت للبرين او السباينال كورد. الرساله دي بقى البرين والسباينال كورد عشان يحموا الجسم يروحوا مطلعين نيرف تاني، تمام. النيرف التاني ده بقى هيوصل لمين؟ هيوصل للماسلز بتاعه ايدي دي، او يا اما جلاند، اي جلاند بقى في الجسم، جلاند. طب لو وصلت للماسل بقى هتعمل ايه؟ هتخلي الماسل بتاعه ايدي دي تكونتراكت، تمام، وتخليني اشيل ايدي من الاستيمولس، يعني ارفع ايدي علشان ابعد عن الاستيمولس اللي هو المسمار اللي تحت ده، تمام، اللي هو ده. يبقى لو جينا اتكلمنا على الفانكشن بتاعه النيرفس تيشو، اول حاجه ان هو بيرجليت البادي اكتيفيتيز، نيرفس سيستم، ما هو النيرفس تيشو ده هو جزء من النيرفس سيستم، هو اللي بيعمل النيرفس سيستم، بيرجليت البادي اكتيفيتيز. يعني مثلا لو انا عايزه هرمون معين يطلع، نفس كده المشكله دي، بس الاستيمولس هيكون انترنال، مش هيكون مسمار بره بقى، هيكون حاجه مشكله في الجسم، حاجه اسمها بنسميها الانترنال استيمولس، وده بقى يرجع النيرف لحاجه بسميها ايه بقى، حاجه اسمها الجلاند، يعني جلاند يعني البرين، هيوصل الامبلس المره دي بقى لجلاند، لو انا عندي مشكله جوه الجسم خلاص مش بره الجسم. طيب يبقى يريجليت البادي اكتيفيتيز، يحمي الجسم عن طريق ان هو يوصل الامبلس دي للجلاند او حتى للماسلز. طيب بيريسيف النيرفز، يعني او النيورونز بتريسيف انترنال والاكسترنال سنسوري ستيمولاي، سنسوري يعني بتاع الاحساس، يعني حاسس ان في مشكله اللي هي سواء المسمار او مشكله جوه الجسم مثلا، اي حاجه تانية. طيب بيكوندكت الاستيمولس ده يوديه لمين؟ البرين او السباينال كورد. طب البرين والسباينال كورد بقى هيبعتوا المسج، الرساله اللي عايزين يحموا بيها الجسم، عشان يوصلوا الامبلس دي، الامبلس هتوصل لحاجه من الحاجتين، يا اما الماسل يا اما الجلاند. الماسل يعني اشيل ايدي من المسمار ده، والجلاند يعني مثلا هتخليني ان انا اخرج الهرمون مثلا اللي يحمي الجسم من حاجه معينه، مثلا يطلع مثلا انسولين عشان يقلل مستوى الجلوكوز في الجسم مثلا، يحميه مثلا من زيادة البلاد جلوكوز في الجسم، يعني حاجة حسب حاجة انترنال يعني، تمام، حسب المشكلة في الجسم هي ايه، تمام. احنا كده خلصنا اللسن بتاعنا، اتكلمنا على four tissues اللي هما الابيثيليال، وقلنا ده اللي هو بيكفر او بيلاين، connective tissue اللي هو عندنا منه كذا نوع، قلنا connective tissue ده اللي هو بنقسمه على حسب الانترسيلولار سبستنس هي ايه، سيمي سوليد فلويد ولا سوليد. وتالت حاجة الماسكلر اللي هي الماسلز، قلنا عندنا 3 types of muscles، واخر حاجة النيرفس تيشوز اللي هي النيورون او النيرف سيلز، تمام.